الناس هدانا الله إياه يظن أنه مسحور ومريض وبه عين وبه كذا وموسوس وبه رقية ودائما يأتي للإمام ويأتي للشيخ ويقول أنا تعبان يا أخ. وهذا الإمام إيش أصنع؟ يقول خلاص عندي؟ لا، لابد نعلق الخلق بمن؟ بالله. فإذا جاءك إنسان قال يا أخي أنت طالب علم وشرك تدعو لي، تقول اسمع أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، أنا وأنت لابد نفتقر إلى الله، وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء لا يستجاب حتى تفتش عن هذا المانع. صح؟ علق الخلق بالخالق. الشيخ بن باز رحمه الله اتصل عليه رجل وقال يا شيخ عندي أخ مريض ونريد تقرأ عليه. قال اقرأ على أنتم وهو يقرأ على نفسه. قال الشيخ نحن لا نعرف الرقية ولا نحفظ القرآن. قال تحفظ الفاتحة؟ طبعا. قال نعم نحفظ الفاتحة. قال اقرأ عليه الفاتحة. قال قرأنا لم يقرأ. قال يقرأ سلام عليك. لا يوجد عند السلف أماكن خاصة للرقية وبيع العسل والزيت لا يوجد هذا. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، نعم، لكن علق الخلق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى.